السلام عليكم، في عقاب موجة الربيع العربي وما تلاها من ثورات مضادة مكنت لبعض الانظمة الجديدة في بلدانها، ازدحم الفضاء الاسلامي بالفتاوى التي توجب طاعة الحاكم المتغلب وتقر بشرعيته وتعتبر الخروج عليه سببا في وقوع فتنة يترتب عليها سفك الدماء المحرمة وانفلات الامن وتهديد البلاد. وفي مقابل ذلك ارتفعت اصوات اخرى تهاجم من اثبتهم علماء السلاطين. وتتهمهم بتمكين الاستبداد والركون الى الظالمين ومع كل فريق ادله ونصوص شرعيه يراها داعمه لموقفه فمتى يكون الحاكم متغلبا وكيف ينظر الشرع الى التغلب على السلطه يعرف الماوردي الامامه العظمى بانها خلافه النبوه في حراسه الدين وسياسه الدنيا ويلخص الجويني في كتابه غياث الامم في التياث الظلم وظائف الامام بحفظ الحوزه ورعايه الرعيه واقامه الدعوه والانتصاف للمظلومين من الظالمين ويتفق اهل السنه والجماعه على ان الشرع جعل امر الحاكم موكولا الى مبدا الشورى بين المسلمين وترك لهم الاجتهاد في الطرق والاساليب التي يتحقق بها هذا المبدا وهو امر تاكد بعدم فرض النبي صلى الله عليه وسلم طريقه لاختيار الحاكم، اذ تم تنصيب الخلفاء الراشدين من بعده عبر طرق عده، كان خيطها الناظم هو مبدا الشورى. ومع انتهاء عصر الخلفاء الراشدين، وانتزاع بعض الحكام للمنصب عبر الاستيلاء على الحكم بالقهر والغلبه دون شورى المسلمين، عرفت الدوله الاسلاميه حالات عده للخروج على الحكام من ابرزها: خروج الحسين بن علي وكذلك جيش التوابين وثورة القراء هذه الوقائع وما ترتب عليها من مآس كانت وراء ظهور مصطلح الحاكم المتغلب الذي رأى جمهور الفقهاء وقتها أن الإمامة تثبت له اضطرارا وتسمى إمامة الضرورة لكونها لم تنعقب بالطرق الشرعية كما أوجبوا طاعته على هذا الأساس وهو الضرورة مع التأكيد على أن الأمة هي صاحبة الحق في الرئاسة العامة، وأن توريثها لم يكن يوما من مقاصد الشريعة. وفي حين ذهب كثير من الفقهاء المتأخرين للقول بمنع الخروج على المتغلب الجائر حقنا للدماء، فقد استمر الخلاف حول المسألة حتى وقتنا الحالي، إذ لم يعرف التاريخ الإسلامي حاكما متغلبا تخلى عن السلطة بإرادته سوى حالات محدده نستعرضها في تقريرنا التالي. في التاريخ العربي والاسلامي حكام كثر وصلوا الى السلطه بطريق التغلب، غير ان نفر قليلا منهم تمردوا على تلك الصيغه في الحكم، واعادوا الامر الى الامه لتختار من تشاء. كان الخليفه العادل عمر بن عبد العزيز سباقا في ذلك. ويروي الحافظ ابن كثير في تاريخه البدايه والنهايه انه لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافه دخل المسجد وصعد المنبر واجتمع الناس اليه فقال ايها الناس اني قد ابتليت بهذا الامر عن غير راي كان مني فيه ولا طلبه له ولا مشوره من المسلمين واني قد خلعت ما في اعناقكم من بيعتي فاختاروا لانفسكم ولامركم من تريدون فصاح المسلمون صيحه واحده قد اخترناك لانفسنا وامرنا وفي التاريخ الحديث هناك قله نادره من حكام اعادوا الامر الى الامه لتختار من تشاء ومن هؤلاء الرئيس السوداني السابق عبد الرحمن سوار الذهب الذي حكم البلاد عبر المجلس العسكري الانتقالي الذي راسه بعد ان اطاحت انتفاضه شعبيه بحكم الرئيس السابق جعفر نميري في ابريل من عام 85 وقد ظل سوار الذهب في الحكم لمده عام واحد سلم بعده بقاليد الامور طواعيه الى الحكومه المنتخبه برئاسه الصادق المهدي واعتزل بعد ذلك العمل السياسي ليتفرغ لاعمال الدعوه الاسلاميه. كما عرفت موريتانيا تجربه مشابهه اذ قام رئيسها السابق اعلي ولد محمد فال بعد قيادته مع مجموعه من العسكريين انقلابا ابيض على الرئيس السابق معاويه ويلد سيدي احمد الطايع عام 2005 بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب بعد ادارته لمرحلة انتقالية. ولاية المتغلب بين صيانة حرمة الدماء وتمكين الاستبداد وحدود طاعة الحاكم وواجب العلماء حيال حالات التغلب المعاصرة موضوع حلقتنا الليلة في موازين وارحب بالمفكر الاسلامي المغربي محمد طلابي اهلا وسهلا بك معنا استاذ محمد مرحبا جزاك الله خيرا حياكم الله كما ارحب باستاذ النظريه السياسيه المساعد في جامعه صنعاء الدكتور هاني المغلس اهلا وسهلا بك معنا دكتور هاني اهلا وسهلا بك حياكم الله بدايه استاذ محمد ابدا معك كيف نظم الاسلام مساله الحكم؟ ما الاليه المعتمده شرعا في الوصول الى السلطه؟ طبعا نحن في موضوع سياسي بامتياز عندما نتكلم عن المتغلب وما حولها فنحن نمارس أو نحاول فهم موضوع سياسي حدث في التاريخ وما زال يحدث اليوم بالنسبة لقضية الدولة وبنائها أنا أقدر بأن تاريخ البشرية مر على الأقل ثلاث أشكال كبرى للدولة لأن يعني موضوع التغلب هو في جوهر نظرية الدولة. فتاريخ البشرية عرف إما دولة دينية، أو دولة إسلامية، أو دولة مدنية. هذه الثلاث كيانات كبرى في التاريخ البشري. أنا أقدر بأن الدولة في الإسلام ما عدا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي دولة مدنية بمرجعية دينية. وهذا هو الشراكة ما بين القداسة والسياسة في الدولة الإسلامية القديمة تاريخيا وما دامت بأن الدولة مدنية وليست علمانية أي تعود فيها السلطة إلى الأمة فإن هذا أدى إلى تحديد قيم وآليات لممارسة السلطة وهنا لا بد أن نميز بين مرحلتين في تاريخ الدولة الإسلامية في آليات صناعة القرار والوصول إلى السلطة وممارسة السلطة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن نقول بأن الدولة كانت دينية مدنية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسولا ونبيا وقائدا وحاكما سياسيا وبالتالي مزج ما بين البعد الديني اللي هو الوحي وما بين الممارسة السياسية وصناعة القرار السياسي من خلال قائد قيادة الجيش أو القضاء أو 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 ممارسة المجتمع تسمح لي أنتقل فقط إلى الدكتور هاني، دكتور هاني ما هي الطرق التي تثبت بها شرعية الحاكم في الإسلام؟ ما يمكن أن أن نؤكد عليه من خلال ما توافق عليه الفكر الإسلامي هو أن الأصل في مسألة تولي السلطة هو الاختيار وهذا تقريبا يكاد أمر مجمع عليه عند أهل السنة والاختيار بمعنى اختيار الامه من خلال او بواسطه ما يسمى اهل الحل والعقد او اهل الشورى او اسماهم البعض اهل الاختيار. وهذا الامر جرى التسليم به على اساس أن كل الخلفاء الراشدين الاربعه الخلفاء الراشدين وصلوا الى او تقلدوا الامامه او الخلافه بالاختيار، الاختيار القائم على الرضا، الاختيار الطوعي والحر، وعلى هذا الاساس جرت الممارسه الاسلاميه في العهد الاول. الاختيار هو تجسيد لفكره الشورى، وهو تجسيد لاراده الامه ولحقها في اختيار خنفائها وبالتالي في 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 المرحله الاولى التي يعني حتى التي اعقبت الخلافه الراشده بعدد قليل من السنوات يعني كان الحق في الاختيار هو القاعده الاساسيه لكن هناك العديد من الملاحظات في هذه المساله وساكتفي بذكر ملاحظتين الملاحظه الاولى هي ان الاختيار تم او الاقرار بقاعده الاختيار تم على سبيل التجويز وليس الوجوب بمعنى انه لم تنحصر وسائل او اليات اسناد السلطه بالاختيار وحده، وانما وجدت اليات اخرى فتحت الباب الى حد ما لي يعني بعد ذلك الحديث في امامه المتغلب او اماره المتغلب وما شابه. وعندما اتجه الفكر الاسلامي الى البحث في تكييف الاختيار مع الواقع المتغير، بدأ في خوض نقاشات متطاوله حول مسأله العدد وبكم تنعقد الولايه او الامامه ويعني ذهب في هذه المسأله مذاهب شتى ووصل الى حد انه او يعني اجازوا او اجازوا الاختيار بالواحد طالما هو لديه اشياع ولديه اتباع ولديه شوكه وبالتالي يعني هذه القاعدة اللي هي القاعدة الأساس أساس المسألة هي الاختيار تعرضت لبعض الضعف نتيجة لأنه لم يجري التأكيد على هذه القاعدة باعتبارها المصدق الأساسي ل يعني لمسألة الشورى لمسألة الشورى وحق الأمة في الاختيار أمر آخر هو يعني الماوردي في كتاب الاحكام السلطانيه وكذلك اخرين تحدثوا عن اليه اخرى لاسناد السلطه المتمثله بالعهد من الامام السابق اعتبروها مكافئه لاليه الاختيار على الرغم من انها يعني عند التدقيق او عند التحقيق آه يعني تختلف في مضمونها وفي جوهرها عن اليه الاختيار لان آه و... ولايه العهد آآ يعني آآ يعني هي تتم من 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 خلال او هي كما قالوا حق من حق من حقوق الخليفه او من حقوق الامام وبالتالي هي لا تقوم على اساس قاعده الاختيار وانما هي تقوم على نوع من الشوكه التي اصبحت للامام والذي اصبح آآ يعني آآ ايوه اصبح من حقه بعد ذلك ان يولي ان يولي الخلافه من من يشاء فبالتالي تطرق الخلل من هذه الزاوية وضعفت قاعدة الاختيار بشكل نعم. إذا واضح إذا تسمح لي دكتور هاني ما هو مفهوم التغلب تحديدا على ذكر الشوكة أنت ذكرت الشوكة وهذا يقودنا إلى الحديث عن التغلب ما هو مفهومه ومتى بدأ في التاريخ الإسلامي تحديدا متى يمكن القول على الحاكم أو حاكم معين بأنه متغلب التغلب. التغلب هو حتى لو عدنا للغة التغلب هو يعني التفرد ويعني الاستبداد الانفراد والاستبداد وفرض الإرادة فرض الإرادة بالقوة القهرية ولذلك التغلب ليس مرادفا في كل الأحوال للشوكة لأن الشوكة قد تحدث بمجرد التأثير الأدبي أو بالتأثير المعنوي والشوكة قد, يعني قد تتناسب مع مفهوم الأغلبية يعني كمفهوم معاصر الآن اما التغلب فهو مساله قهريه بالمطلق يعني، التغلب هو ان يفرض احد ارادته، شخص ارادته نتيجه لقوه معينه ان يفرض ارادته على الامه، هذا هو التغلب. اذا اردنا التأريخ للتغلب متى بدأ؟ التغلب بدأ بعد انقضاء فتره الخلافه الراشده مباشره. يعني بعد انقضاء فتره الخلافه بدأ التغلب. صحيح أن هذا التغلب غطي أو جرت تغطيته أو تبريره لأنه كانت الظروف كما هو معروف ظروف يعني في آخر عهد الخلافة كانت ظروف اضطراب وظروف احتراب و لكن هناك بدأ التغلب البداية الحقيقية أو لنقل البداية التاريخية للتغلب بدأت من تلك المرحلة ثم الحلقة الثانية في التغلب كانت بولاية العهد بولاية العهد التي مورست لمصلحة يزيد بن معاوية والتي وقف الفقهاء كما هو معروف التابعين كلهم تقريبا وقفوا ضد هذه الولاية أنتقل يا أستاذ محمد أستاذ محمد هل مر مفهوم التغلب بأطوار مختلفة بمعنى هل نستطيع أن نقول بأن التغلب له درجات أولا نقول في تعريف للتغلب بأنه اعتماد, الصغ... اعتماد ما يسمى بالوعاء المادي للدولة أي القوى الصلبة في الوصول إلى الحكم وإدارة الحكم فالدولة كما تعرف هي إما قوة صلبة وإما قوة مرينة فاعتماد القوة الصلبة في الوصول إلى الحكم وإدارة الحكم هذا هو التغلب بشكل عام وهو سنة تاريخية جرت لقرون من الزمن في التاريخ البشري وليس فقط عند المسلمين لكن عندنا نحن يمكن أن نقول بأن التغلب بدأ مباشرة بعدما أسميه بفوبيا الفتنة الكبرى الفتنة الكبرى كانت فوبيا كانت خوفا خطيرا عند المسلمين لأن أدت إلى شتات الأمة وإلى وإلى مذابح ما بين داخل الأمة وإلى غياب الأداة للنهوض الحضاري اللي هي الدولة أقول بأن الفتنة الكبرى هي بداية تشكل التغلب وفقه التغلب والتغلب هو احتكار السلطة بالقوة الصلبة فقط وليس بالقوة المرنة المادية أي عن طريق الولاء الطوعي بل ولا ولاء هذا هو التاريخ. لكننا هنا يقول أن, نق... أن نقول بأن في هذا الوضع التاريخي يطرح عندنا السؤال ما الأفضل؟ أن تستمر الفوضى والفتنة كما حدث اليوم في في شعوب عربية أم أننا نقوم بتنظيم الدولة ولو تم ذلك عن طريق أسلوب قاهر؟ أنا في تقديري بأن ظهور الملكية والوراثة كان لظروف تاريخيه موضوعيه خارجه عن اراده الامه اما الامن والامن الاجتماعي والاستقرار هو شرط للنهوض الحضاري واما الفوضى وبالتالي نقول بان التغلب ظهر لظروف موضوعيه وليس لظروف ذاتيه او فقط عند حاكم ما ظروف موضوعيه فرضت ضروره استقرار المجتمع واستقرار الدوله باعتبار ان الدوله هي الاداه للنهوض الحضاري إذا نقول أقول الفتنة الكبرى أو فوبيا الفتنة الكبرى هي المنظر للفقه الفقه التغلب لأن كل الفقهاء والمفكرين بدأوا يخافون من الفوضى وبالتالي بدأوا ينظرون بشكل طيب. إيجابي أستاذ بالمتغلب. محمد طلابي هل كانت مسألة إمامة المتغلب مشروطة بأمور معينة أم كانت مفتوحة؟ طبعا يعني إن عدنا إلى تاريخ الأمة فنجد بأن التغلب تم باعتماد السلطة الصلبة وبالتالي فيما بعد سيتم وضع بعض الشروط ان كيف يكون الحاكم هل هو حاكم عادل وهنا نقول في السياقات التاريخيه للتغلب المحمود هي التي اعطتنا حكاما عادلين اعتمدوا دستور الامه اللي هو اللي هو القران الكريم باعتباره المصدر الاساس ففي هذا الت... في هذا... في هذه اللحظات الحاكم حتى ان وصل الى السلطه عن طريق الوراثه او عن طريق التغلب فهو محمود، مثلا أنا أعطي مثال أمثلة كثيرة في تاريخ المسلمين يوسف بن تشافين في المغرب وصل عن طريق الوراثة، بعض الخلفاء الراشدين في العصر الأموي وصلوا إلى السلطة وكانوا عادلين إلى إلى السلطة وكانوا عادلين، فهذا نوع من الحكم للمتغلب ولكنه محمود، لكن مع الأسف أن مساحة هائلة من المت... من من الحكم المتغلب في... في بيئه المسلمين لم يكن عادلا. وبالتالي وضعت شروط، لكن تلك الشروط هل كان لها هل كان لها صدى؟ نعم، كان لها صدى، لان في تقديري بان ليس عندنا في تاريخ المسلمين اي حاكم خرج عن دستور الامه اللي هو الاسلام، لا وجود له. الحاكم حتى وان كان ظالما فانه لم يستطع ان يخرج خارج دستور الأمة ألا وهو الإسلام وهذا معروف لا عند الدولة الأموية ولا عند الدولة العباسية ولا, ولا عند كل الإمارات والسلطانات التي ظهرت في, 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 عند المسلمين إلى آخر سلطانة أو خلافة الخلافة العثمانية لكن مع ذلك كانت توضع هذا كان الشرط الأساسي في التقدير الذي وضع ما عدا هذا فإن الحاكم كان يتخذ صناعة قرار سياسي أو يصنع القرار السياسي بمفرده ويتصرف بمفرده في الميزانية في اتخاذ القرارات الكبرى في كل شيء بأن هذا كان تاريخ البشرية كلها لكن أنا أقول بأنه ما بعد العصر الحديث هنا يمكن الحديث على هل تستمر ظاهرة التغلب وهل يمكن أن نقبل بفقه السياسي الذي يبرر المتغلب بأن يكون هو الحاكم ونطيعه بشكل أعمى خوفا من ما يسمي فوبيا الفتنه الكبرى، انا في تقديري هذه هي الاسئله التي يمكن ان نجيب عنها نعم خلال هذه الحصه ان نعم. شاء الله. يقول الله تعالى في سوره النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. حول حدود طاعه ولي الامر وهي المساله التي تثير خلافا دائما بين العلماء، سالنا استاذ العقيده في كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه في جامعه قطر الدكتور حسن الخطاف نستمع لمداخله له. إذا أردنا أن نفهم الطاعة وحدودها فعلينا أن نعود إلى هذه الآية الكريمة إلى سياقها وإلى سباقها الآية التي قبلها يقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولنلحظ هنا إلى هذه الآية التي إلى هذا الختم أن تحكموا بالعدل ثم جاءت بعد, بعد الآية هذه جاءت الآية الأخرى التي نحن في سياقها وهي قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. لنلحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى قرن الطاعه به وقرن الطاعه برسوله ولكن عندما جاء الحديث الى اولي الامر لم يذكر كلمه الطاعه. وإنما قال واولي الامر منكم لماذا؟ ليبين لنا الله تعالى حدود الطاعة، وأن هذه الطاعة ليست مطلقة. لماذا؟ لأن عندنا الله سبحانه وتعالى هو المشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع. إذا من الذي ينفذ هذه الأحكام؟ الذي ينفذ هذه الأحكام هو الإمام، هو الحاكم، هو هم أولو الأمر. إذا أولي الأمر عليه سلطة تنفيذية فقط ليست له سلطة تشريعية مطلقا الأمر الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه. ولنلاحظ هنا أن الخطاب هنا في هذه الآية هو خطاب للأمة جميعا. وليس هو خطاب فقط للمؤمنين وليس هو فقط خطاب للمحكومين وإنما هو خطاب للأمة جميعا بما فيهم الحاكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إذا الرد إلى الله والرسول باعتبار أن الله سبحانه وتعالى مشره وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم مشره أما الحاكم فله سلطة تنفيذية. إذا هذا الأمر هل هناك هل يمكن أن نفهم أيضا هذه الحدود ما هي هذه الحدود بالنسبة للحاكم؟ بالنسبة للطاعة الطاعة في الحقيقة كما قلنا وكما نذكر دائما الطاعة تكون بالمعروف فإذا تجاوز الحاكم حدوده لن تكون معه طاعة ولن تكون له طاعة مطلقا. دكتور هاني هل يمكن تفكيك مفهوم طاعة ولي الامر بحيث تكون هناك طاعة سياسية واخرى دينية ام ان الطاعة هي طاعة واحدة؟ في تصوري الطاعة طاعة ولي الامر هي طاعة سياسية طاعة سياسية بمعنى انها قائمة على التعاقد هي طاعة تعاقدية للامة فيها ان تضع من الشروط وان تحتاط لنفسها حتى تضمن أن يسير هذا الحاكم سيرا حسنا وأن لا يعطل حقوقها أو لا يهضم حقوقها فهي ليست كطاعة الله والرسول وإنما هي طاعة تندرج تحت طاعة الله طاعة الله والرسول إذا أطاع أولي الأمر أوامر الله ورسوله وانتهوا بنواهي بالنواهي فهي إذا طاعة لا يمكن أن نضعها على صعيد واحد مع طاعة الله ورسوله هذا واضح تماما في القرآن الكريم وواضح حتى في الأحاديث النبوية إضافة إلى ذلك أنه يعني هذه الطاعة مقيدة ليست فقط مقيدة بالمعصية وإنما مقيدة أيضا مقيدة بالمعصية بمعنى لا يعصي الله ولكنها مقيدة أيضا بالمعروف ومقيدة بالمصلحة بالمصلحة العامة فلذلك هي طاعة سياسية وهي طاعة يمكن أن تتحول إلى النقيض، بمعنى إنه إذا تحول الحاكم عن يعني الضوابط وشروط الطاعة، فهي ممكن أن تتحول إلى حالة من حالات العصيان وقد تصل في أقصاها إلى الخروج، الخروج الشرعي، لأنه يعني الأحاديث النبوية لم تحظر على المسلمين الخروج على الحاكم، وإنما يعني كثير من الفقهاء ميزوا بين الخروج الشرعي اللي هو خروج الأمة على الحاكم في حال ظلمها وفي حال فشى فساده وقوره على الأمة والخروج من أجل المنازعة على السلطة فالخروج من أجل المنازعة على السلطة هذا يعني خروج لا يقر لأنه هو سيأتي بمتغلب جديد في نهاية المطاف لكن الأمة يظلها ولذلك كما استمعت من الشيخ القليل يعني أنه حتى في أحكام البغاة ميزوا بين الحاكم الجائر والحاكم الفاسق وبين الحاكم العادل ولذلك قالوا أنه لا يدخل ضمن البغاء أو في باب البغاء من خرج على الحاكم لجوره ولظلمه ولفسقه ول... ولفسقه فبالتالي هؤلاء لا يعتبروا من ضمن البغاء الفقه الإسلامي كان واضحا بما فيها الكفاية لكن للأسف الشديد هو يعني ال... 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 يعني الجور الذي حصل والاستبداد حالة الاستبداد الطاغية هي التي قادت الفكر الإسلامي إلى أنه يحاول أن يتكيف أو يساير هذا الواقع حتى يستطيع أن يؤثر فيه من داخله لأنه الفكر, الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي عموما لو أنه ظل متمسكا بنموذجه المعياري للحكم ربما لفقد أي قدرة على التأثير نعم. على الواقع. إذا كان هذا هو الحديث حول مفهوم التغلب ونشأته تاريخيا فما هي الصور المعاصرة لحكم المتغلب؟ هذا ما نعرفه ولكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في هذه الحلقه التي نناقش فيها صور التغلب المعاصره وواجب العلماء حيالها واجدد الترحيب بالمفكر الاسلامي الاستاذ محمد طلابي وكذلك باستاذ النظريه السياسيه في جامعه صنعاء الدكتور هاني المغلس. دكتور او استاذ محمد هل يختلف الامر في حاله الحاكم الذي جاء بالشورى عنه في حاله الحاكم المتغلب؟ يعني هل يعد المتغلب ولي أمر رغم كونه مغتصبا للسلطة؟ المتغلب وفقه المتغلب يتعارض مع الخريطة القيم السياسية المركزية الموجودة في النص القرآني هذه أولا ثانيا يتعارض مع الفطرة ففطرة الإنسان قائمة على الحرية والاختيار لا إكراه في الدين ما بالك في السياسة ديننا لا يكرهنا على في الدين وما بالك أن يكرهنا في السياسة إذا لا إكراه في الدين وما بالك فلا إكراه في السياسة وبالتالي في الفطره تقوم عن الحريه بمعنى ان الامه المستخلفه في الارض واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه يعني ان الامه هي صاحبه السلطه وليس غيرها وهذا في تقديري يجب ان نعيد له ال الاعتبار في عصرنا الحديث او في الفتره المعاصره كمسلمين او كمنظرين للفقه السياسي الجديد او كممارسين للعمل السياسي لابد ان أن نعيد الاعتبار لهذا لهذا الأمر. إذا القاعدة في النص القرآني وفي ديننا أن السلطة للأمة. لكن القاعدة التي التاريخية التي التي استمرت في تاريخ المسلمين أن السلطة احتكرها الحاكم. وحينما نقول الحاكم أنا لا أعني به الشخص. الحاكم هي السلطات. أي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وكل والسلطة المالية وغير هذه السلطات. كل واحد تكره القائل الحاكم فيه أنا في تقديري بأن القرآن جاء بالعكس ليضع ما يسمى اليوم بمبدأ فصل السلط ومناسب أنا أقول بأن جنين مبدأ في السلط كان في تاريخ المسلمين لكنه كان كان باهتا فكان عندنا مفتي يمثل السلطة التشريعية وكان عندنا القاضي وكان وعندنا الحاكم لكن بشكل عام هذه السلطة كانت تهيمنة الحاكم واليداء الحاكم في تعريفه له ليس فرداً بل سلطة هذه السلطة تضم ثلاث سلطات كبرى للسلطة التنفيذية والشرعية والقضائية في تاريخ المسلمين أنا اليوم أقول بأننا نحن في حاجة إلى التحرر من من فوبيا الفتنة الكبرى عقدة هذه عقدة سياسية خطيرة حدثت عند المسلمين وهي أنهم ما زالوا خائفين من انها اصبحت في اللاوعي السياسي عند عند طيب. المسلمين دكتور هاني ما هو موقف الفقهاء من مساله انتزاع الحكم من الحاكم المتغلب اذا تغلب حاكم على السلطه هل الانتزاع عليه هل انتزاع السلطه منه يعتبر خروج على الحاكم وهو من الخروج المذموم كيف تعامل الفقهاء مع مساله انتزاع الحكم من الحاكم المتغلب طيب يعني انا هناك مساله اريد ان ان اؤكد عليها ان التغلب هو تاريخيا اشبه بالحلقه الجهنميه التي لا يمكن كسرها الا بالعنف بمعنى ان ياتي متغلب اخر فيقهر المتغلب الاول تمام ويستبد بالحكم او ان تاتي ثوره فتطيح بهذا المتغلب ولذلك كان العصر الأول يعني تقريبا حتى منتصف القرن الـ الهجري الـ 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 الثاني كان كله عصر ثورات لأنه بعد أن تمكن التغلب وبانت واتضحت معالمه تماما اتجه الناس اتجه الفقهاء كان على رأس الناس اتجهوا إما إلى الثورات وعندما اخفقت الثورات ثورة الحسين، ثورة عبد الله بن الزبير، ثورة أهل المدينة، ثورة الفقهاء مع عبد الأشعث، هذه كلها ثورات حدثت لتعيد للأمة حقها سلطتها في الاختيار. وعندما أحبطت هذه الثورات اتجه التاريخ اتجاها آخر فأصبح متغلب يقهر متغلب سابق وتحول التاريخ الاسلامي إلى ساحة للمتغلبين. وهذه الحلقة لم يتمكن الفكر الاسلامي من كسرها باعاده التاكيد على حق الامه في الاختيار، وانما حاول ان يجاريها فاندفع حتى وصل الى الاقرار بامامه التغلب تحت شروط معينه طبعا وتحت يعني تحت مفهوم الضروره. هناك الماحات مهمه لبعض الفقهاء الذين حاولوا ان يميزوا للامه في تعاملها مع الامام العادل الذي جاء بالاختيار، الذي جاء كتعبير عن سلطه الامه، والامام المتغلب، من هؤلاء مثلا البغوي وهو فقيه شافعي معروف، ف يعني تحدث بوضوح كامل عن ان عن ان الحاكم المتغلب يمكن يعني ان اذا جاء متغلب اخر فقهره فيعني المساله لا باس فيها، لكن قهر الامام العادل او الحاكم العادل الذي اختارته الامه هنا تصبح المساله فيها فيها نظر كبير. فاذا الفقه الاسلامي حاول ان يميز بين الحالتين، ولذلك حتى عندما اجيزت طاعه الحاكم المتغلب، اجيزت على سبيل الضروره، والضروره يفترض ان تكون ظرفا طارئا، بمعنى ان تعمل الامه على ان تستعيد الحاله الاصليه. هذا هذا هو الاصل في المساله لكن يعني جزء كبير من الفقه الاسلامي لم يكن مهتما بازاله ظروف الضروره بقدر التمكين لهذه الضروره فتحولت الضروره او تحول الاستثناء الى الى قاعده كما كما يقال حتى وصلنا الى العصر الراهن واصبح يشيع في ثقافه الناس ان القهر والسيف والعنف سبيل مشروع ربما للوصول إلى السلطة خاصة في الظروف التي تعم فيها الفوضى السياسية والفكرية وفي الظروف التي لا يكون فيها يعني فيها سلطة مستقرة واضحة تؤدي مهامها في من أجل صالح المجتمع أستاذ محمد ما هي أبرز صور التغلب في وقتنا الحالي؟ مثلا الانقلابات العسكريه هل تعتبر صوره من صور التغلب مثلا؟ صحيح. العصر الحديث سيساعدنا على اولا القيام بعمليه نقد للفقه السياسي القديم حول 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 مفهوم المتغلب. انا في تقديري بان نقدا قويا للفقه السياسي أصبح ضرورة تاريخية لنهوض مؤمتنا في المستقبل ولإعادة السلطة للأمم من جديد هذه في تقديري بأنها ذات قيمة كبرى جدا كيف نعود من جديد في قليب من كل الزوايا الفقه السياسي القديم وخصوصا الذي يوافق الذي يشرع المتغلب في تاريخ المسلمين هذه ثانيا أننا كصفوة مطالبون بإعادة توليف الحي ما بين خريطة القيم السياسية القائمة على السلطة للأمة والمستخلف في الأرض والإنسان وما بين كل ما أنتجته الحضارة الغربية اليوم من قيم ديمقراطية هي من صميم ديننا كمبدأ فصل السلط ومبدأ القانونية في الدولة أي الدستور ومبدأ الحرية ومبدأ المعارضة ومبدأ إلى أخره من المبدأ نفس بأن هذه العملية الفكرية نحن مطالبون بها كصفوة التوليف الحي ما بين خريطة القيم القرآنية الأصيلة وما بين التراث الحي في الحضارة الغربية في مجال السياسة والنقد القوي للفقه السياسي لأنه أصبح معيق لإمكانية نهضة أمتنا في القرن الواحد والعشرين وخصوصا أن مدارسه الآن ما زالت مستمرة خصوصا بعد الربيع الديمقراطي ما زالت هذه التيارات التي تدعو إلى طاعة الحاكم المطلق وتعتبر الخروج عليه كفر وغيرها ما زالت منتشرة وفي تقديري بأن هذا معيق لنهضتنا وهم ما أسميهم بالغلاة فنهضتنا يعيقها على الأقل أربع أو خمس كوابع كبرى غزاة من الخارج وطغاة في الداخل وغلاة في الداخل والخارج أي التطرف العلماني والتطرف الإسلامي إلى جانب عوامل أخرى أنا في تقدير هذه العملية لا بد منها العين دانا نحن اليوم في 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 المنطقة العربية بأن المدرسة العسكرية التي جاءت مع التيار القومي العربي الاشتراكي مع الناصرية والبعث في سوريا وغيرها أصلت للدولة العسكرية والحديث اليوم ليس أن نريد دولة دينية أم دولة مدنية بل بالعكس هل نريد دولة مدنية أم دولة عسكرية ففي تقديري بأن الانقلابات التي حدثت شعار الثورة في خمسينات القرن الماضي في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي الجزائر وفي ليبيا وغيرها في تقدير هي الكارثة الكبرى هذه المدرسة في تقدير أخطر مدرسة يمكن الآن أن تعيق إمكانية نهضتنا وما زالت هي هي الحاكمة الآن وبالتالي هذا التغلب الخطير الذي يمتلك أدوات صلبة أخطر من ما كانت يمتلكه المتغلب في القديم فإنه هي معيق كبير لكن هل نستمر أنا في تقدير بأن الخروج على الحاكم اليوم باسلوب مدني وليس باسلوب مسلح اصبح ضروره تاريخيه، اي بمعنى اخر اقول بان مقاصد الربيع الديمقراطي الذي جاء لاعاده السلطه الى الامه اصبح ضروره تاريخيه اليوم. نعم، حول الموقف الشرعي من الانقلابات العسكريه سالنا استاذ العقيده في كليه الشريعه في جامعه قطر الدكتور حسن الخطاف نتابع مداخله اخرى له. إذا فهمنا الانقلاب على أنه غصب لحق الأمة في الترشيح والترشح فإن هذا الأمر لا يجوز مطلقا ونحن إذا رجعنا حقيقة إلى شريعتنا نجد أن الذي يأخذ بيضة وأنا أقول يأخذ بيضة غصبا ويصر على أخذها لا تقبل شهادته ولو مئة سنة بقي على, كذا على ذلك إلا إذا, إلا إذا قام بردها واعتذر عن ذلك وأخذ المال عن طيب نفسه فكيف بمن ياخذ حق الامه في الترشح والترشيح؟ وبناء على ذلك لا يجوز لا يجوز التغلب مطلقا ولا باي حاله من الاحوال. الان ما هو ما كيف هذا هذا الحاكم المتغلب هذا؟ هل تجب طاعته ام لا؟ الحقيقه نحن نتعلم نتعامل مع الحاكم المتغلب كتعامل المضطر الى اكل الميته. ولو بقي هذا الامر الى سنوات ولا نطيعه الا بالمعروف وقد يقال هنا إذا كنا لا نطيعه الا بالمعروف فما الفرق بينه وبين الحاكم الشرعي الفرق بينهما ان ان كليهما نطيعهما لكن بالنسبه للحاكم المتغلب هنا نحن نطيعه في المعروف ونبين له ان ان حكمك وان تغلبك ليس شرعيا ولو بقي مئة سنه وبناء على هذا انا اقول بناء على هذا اذا دار الامر واذا وجدت ثله واقامت بهذا الامر وتيقنا على أن هذا الذي تغلب كان فاسدا وكان لا يراعي مصالح الأمة ويتعامل مع عدائها ولا يحافظ على قيم الأمة ولا على كرامتها ولا على أخلاقها ولا على قيمها فإنني أقول للناس إذا علموا يقينا وقلت المفسدة أن يتجاوزوا هذا الحاكم وأن يأخذوا الحكم منه عنوة كما أخذ هو لكن كما ذكرت هنا هذه المسألة معقدة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ضبط المصالح وضبط المفاسد ومعرفة ما هي مآلات هذا الأمر إذا علمنا أنه كما قلت إذا علمنا أن هذا الحاكم فاسد ماجن هذا الحاكم الذي تولى على, ها على هذه السلطة لا يراعي إلا ولا ذمة يتعامل مع داء الأمة فإنه لا تجب طاعته مطلقا وعلى الأمة أن تسعى جاهدة عندما تتعامل معه أن تتعامل معاملة المضطر فإذا وجدت فرصة لتخليص الحكم منه مع قلة المفسدة فإن عليها أن تفعل ذلك والله أعلم نعم دكتور هاني مع مجيء ثورات الربيع العربي تجدد الخلاف حول الخروج على بعض الحكام ما المفاسد التي يمكن أن تترتب على ولاية المتغلب؟ بكل تأكيد هناك مفاسد على تترتب على التغلب فإذا أخذنا في الاعتبار أن التغلب هو مصادرة حق الأمة في اختيار حكامها فمعنى ذلك أنه يعني أنه ضد هذا الاختيار والاختيار ليس مجرد مفهوم الاختيار هو منظومة فالاختيار يعني المساءلة يعني محاسبة الحاكم يعني عزله يعني مراقبة الحاكم وبالتالي فهذه المنظومة كلها منظومة الاختيار يمكن ان نسميها شبكة المفاهيم كلها والقواعد النظامية هذه تصبح معطلة بمجرد وجود التغلب. إضافة إلى ذلك أن البنية القهرية التي يعتمد عليها الحاكم المتغلب ستصادر أي إمكانية لوجود بنية قهرية بنية دولة، بنية دولة حديثة أقصد. لأن الدوله تقوم على مفهوم على مفهوم احتكار العنف وبالتالي وجود حاكم متغلب يعني وهذا هو ما يحدث بالضبط وهو ما حدث قبل 2011 قبل ثورات الربيع العربي ثم عاد بعد ذلك للحدوث مره اخرى أن الحاكم المتغلب الذي يقهر الشعب والامه هو يبني هو يرتب بنيته القهريه الخاصه وفي ظل مثل هذه البنية لا يمكن أن تنمو أجهزة دولة ولا مؤسسات دولة ولا جيش بالمعنى المؤسسي والمهني واحدة ربما من العقبات التي اصطدم بها الربيع العربي هي بنية التغلب الحديثة ممثلة ولست أعمم هنا ممثلة في المؤسسات العسكرية أو في الجيوش لأن الشارع العربي اصطدم بهذه البنى وكانت مصدر مشاكل وتوتر كبير في الحالتين في الحالة التي وقفت فيها لتصد زخم هذا الربيع وقالت للناس كفى عودوا إلى منازلكم ونحن سنتولى سنقوم بمهمة ترتيب اللعبة مجددا بما يرضيكم وفي حالة أخرى تشظت هذه المؤسسة المؤسسة العسكرية وقرت المجتمع إلى حالة من حالة الفوضى والاقتتال ففي الحالتين هذه البنى العسكرية التي نتجت عن التغلب كانت عقبة في طريق في طريق التغيير وفي طريق إعادة حق الاختيار للأمة وأنا من الناس الذين يعتقدون أن ما يحدث في مجتمعاتنا اليوم ليس ناجما عن الثورات وإنما ناجم عن ردود الفعل عن الثورات عن الثورات المضاده ناجم عن الـ عن عن الـ الـ كيف تصرف الحاكم في مواجهه هذه الثورات ناتج ايضا عن المعارضات التقليديه البائسه التي تواطأت بشكل او باخر ضد حق الناس في العوده الى مجال السياسه ليشكلوا فيه الحضور الحقيقي اتصور ان ثورات الربيع العربي كانت محاوله لاعاده الشعب او لاعاده المجتمع الى الى مجال السياسه بحيث يكون فاعلا وليسترد حقه في الاختيار وحقه في هندسه المجال السياسي بشكل كامل وهذا لم ينتهي يعني لم نقطع الامل بعد لكنه واضع انه في طريق الكثير من الصعوبات. طيب استاذ محمد في خضم الخلاف حول مساله الخروج على الحاكم كان هناك خطاب شرعي وصف اصحابه من يعارضون الحكام بالخوارج. وصل الامر الى الحد يعني الى المطالبه بقتلهم وأدا للفتنه. وهذا يدفعنا للسؤال بدايه حول تفكيك هذه المفاهيم، هل من يطالب بالتغيير يعد من الخوارج؟ في تقديري بان المرحله التاريخيه التي نمر منها اليوم بان طبعا حينما اقول الخروج على الحاكم لابد من توضيح سياسي لهذه القضيه. الخروج على الحاكم اليوم لا يعني انني اعتمد الراس المسلح في التغيير. بالعكس انا اعتمد الراس المدني في التغيير. هذا هو الخروج على الحاكم اليوم في اللحظه التاريخيه التي تعيشها امه العروبه. فالراس المدني اقصد بماذا؟ احسن مثال له هو الربيع الديمقراطي العربي واقصد اقول الربيع الديمقراطي وليس العربي لانه ليس الا تجلي من تجليات الربيع الديمقراطي الذي بدا في القرن الثامن عشر في فرنسا مع الثوره الفرنسيه وبدا يتمدد في اوروبا وفي خارج اوروبا الى ان وصل لنا نحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. اذا فالاسلوب في التغيير الخروج ضروره تاريخيه اليوم. لي وليس الخروج عن طريق الراس المسلح اي العنف المسلح لا عن طريق الانتفاضات المدنيه كما حدث في تونس ومصر وليبيا و... واليمن وسوريا وغيرها هذا اصبح ضروره تاريخيه وهذا يتطلب منا اننا نضع الفقه السياسي الاسلامي القديم الذي ينظر لطاعه الم... الحاكم والذي ما زال عند عند كثير من المدارس ال... المدخليه وغيرها في تقدير بأن يجب ان نضع له حدا. هذه اول شيء يجب ان اذا فضروره خروج ضروره تاريخيه لنهضه امتنا. ثانيا ان هذا الخروج لابد ان تكون مقاصده السياسيه واضحه. بما اننا انا لا اقول نعم انكسر الربيع الديمقراطي في المنطقه العربيه لكن لن تنتصر الثوره المضاده ابدا. لماذا؟ لان هذا الربيع هو التعبير عن التيار العميق لمحيط التاريخ. فهذا التعبير عن سنه تاريخيه تجري من القرن الثامن عشر الى الان وسوف تتمدد مع الم... رغم الانكسارات التي تحدث هنا وهناك في هذه الامه او في هذه البيئه او في تلك البيئه، لكنه هو التعبير عن سنه تاريخيه تجري علينا تسخيرها سخيرا راشدا من اجل اننا نعيد السلطه للأمة من جديد. مقاصد هذا الخروج بتقديري اربعه لابد ان تكون حاضره انتاج السلطه واعاده توزيعها توس... توزيعا ديمقراطيا في المنطقه. انتاج الثروه واعاده توزيعها توزيعا عادلا. انتاج القيم القائده للامه واعاده اشاعتها في الامه. انتاج المفاهيم الفكريه واعاده توزيعها توزيعا راشدا على الامه، بمعنى الخروج الجديد باسلوب مدني وليس باسلوب مسلح. هو ثورة سياسية، وثورة اقتصادية اجتماعية، وثورة قيمية أخلاقية، وثورة فكرية ثقافية. هذا الربيع هذا هو الفقه الجديد، وبالتالي أنا أدعو الصفوة المثقفة من مفكرين وعلماء سياسة، وعلماء شرع، وعاملين في المجتمع المدني والمجتمع الحكومي، أنا أدعوهم إلى بناء نظرية في الدولة. نحن لا نمتلك نظرية في الدولة. وهذا من إحدى الخصاصات الكبرى عند من يريد ان يمارس الحكم. قد وصل الاسلاميون الى السلطه لكن لا يمتلكون النظريه في الدوله لانهم ما زالوا يعيشون على تراث فقه السياسي القديم وهو لم يعد صالحا اليوم لاعاده بناء الرشد في الدوله وفي اداره الدوله، بمعنى اننا في حاجه الى تركيب حي واعيد واكرر بين القيم السياسيه الموجوده في الوحي وما بين ما انتجته البشريه من قيم سياسيه متقدمه كالشفافيه والدستوريه ومبدا فصل السلطات والمحاسبه والمراقبه وحق الاعتراض وغيرها في تقدير بان وهذا هو الرابع الديمقراطي الذي يجب ان نستانفه في مستقبل السنوات او خلال هذا العام. إذا طاعة الحاكم المتغلب لا تعني الإسراف في مداهنته ولا تتعارض مع مطالبته بالتنحي إذا لزم الأمر، في الختام أتوجه بالشكر للمفكر الإسلامي المغربي محمد الطلابي وكذلك أستاذ النظرية السياسية المساعد في جامعة صنعاء الدكتور هاني المغلس والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين أنا علي السند أحييكم في أمان الله.